التحية تأتيكم من مركز الاتحاد للأخبار. هذه أحلام السويدي ترحب بكم وتلتقيكم في نشرة جديدة من علوم الدار، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام بمناسبة شهر رمضان المبارك. محمد بن راشد ينعى سعيد جمعة النابودة أحد رواد الأعمال في الإمارات. أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وتبادل سموهم التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة على الجميع، ويديم نعم الأمن والاستقرار والرخاء على دولة الإمارات وشعبها. فقد استقبل سموه كلا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. كما استقبل صاحب السمو رئيس الدولة في قصر الوطن في أبوظبي سمو أولياء العهود ونواب الحكام وعددا من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين. حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة. وعلى منصة إكس كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله: سعدت اليوم بلقاء إخواني حكام الإمارات على مائدة الإفطار، حيث تبادلنا أطيب التهاني والأمنيات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وتحدثنا عن شؤون الوطن وضمان استدامة نهضته وازدهاره. دعينا الله تعالى أن يحفظ الإمارات ويديم عزها ويجعل هذا الشهر الفضيل شهر خير وبركة على شعبها والشعوب العربية والإسلامية والعالم كافة.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة الدكتور جمال الكعبي مديرا عاما للمكتب الوطني للإعلام بدرجة وكيل وزارة، وتعيين كل من سعادة إبراهيم الموسى مديرا تنفيذيا لقطاع الخدمات المساندة بدرجة وكيل وزارة مساعد، وسعادة محمد الظهوري مديرا تنفيذيا لقطاع العمليات الإعلامية في المكتب الوطني للإعلام بدرجة وكيل وزارة مساعد. نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سعيد جمع النابودة الذي انتقل إلى جوار ربه، وكتب سموه عبر منصة إكس: سعيد جمع النابودة في ذمة الله أحد رواد الأعمال في الإمارات ورئيس غرفة تجارة دبي سابقا وأحد المقربين من الشيخ راشد رحمه الله، حيث تعلم من مدرسته في الحياة، حط رحاله اليوم عند رب كريم في شهر فضيل، نسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بشأن النافذة الرقمية الموحدة لتأسيس الشركات في إمارة دبي، ويهدف المرسوم الذي تطبق أحكامه على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تزاول في دبي إلى تنظيم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات في دبي وفق قواعد وإجراءات واضحة ومبسطة تدعم رحلة المستثمر فيها ومعالجة العقبات التي قد تواجه المستثمرين. وعلى صعيد متصل، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرارا باعتماد مبادئ تسهيل رحلة المستثمر في إمارة دبي والتي تطبق اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة الصادرة عن جهة الترخيص والجهات المختصة كل حسب اختصاصه. استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة المهنئين بقدوم شهر رمضان الكريم، وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. استعرضت هيئة البيئة في أبوظبي خلال تقريرها السنوي لعام 2023 جهودها في مجال حماية البيئة وتعزيز جودة الهواء والمياه الجوفية والمياه البحرية والتربة، إضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي وتحقيق الحياد المناخي والعمل من أجل مستقبل مستدام في الإمارة. وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة ظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة بأبوظبي بهذه المناسبة: يمثل الدور المحوري للهيئة أهمية بالغة في دعم خطة الإمارة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الطموحة للمحافظة على بيئة أبوظبي وتنوعها البيولوجي وتعزيز ريادتها في هذا المجال محليا وإقليميا وعالميا، وبما يتوافق مع رؤية وتطلعات حكومة أبوظبي للخمسين عاما القادمة والتي تطمح لأن تصبح أبوظبي الأفضل عالميا في العمل البيئي والمناخي بحلول عام 2071. وأضاف سموه أنه خلال عام 2023 ضاعفت الهيئة جهودها للحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية ومواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الإمارة والدولة والمنطقة بشكل عام، واستمرت في حماية الموارد الطبيعية الثمينة في أبوظبي بدءا من حماية موارد المياه العذبة إلى وضع معايير الهواء النقي حتى حماية التنوع البيولوجي البري والبحري وتوفير بيئة نظيفة وصونها للأجيال القادمة.
وأشار سموه إلى أن عام 2023 شهد تكثيف العمل من أجل المناخ، وأكدت الهيئة خلاله التزامها بتحقيق خطة إمارة أبوظبي الهادفة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وذكر سموه أن مشاركة الهيئة في مؤتمر الأطراف كوب 28 ساهمت في تسليط الضوء على مجموعة واسعة من الابتكارات التي تستخدمها لمراقبة وحماية بيئة أبوظبي، بالإضافة إلى الإعلان عن انضمامها للعديد من المبادرات التي تستهدف الأعشاب البحرية وأشجار القرم بالتعاون مع جهات محلية وعالمية. دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع رمضان الذي يستهدف توزيع المير الرمضاني على مرضى السرطان والثلاسيميا والفشل الكلوي بمدينة المكلا، إضافة إلى الأسر الأشد احتياجاً بمحافظة حضرموت بالجمهورية اليمنية. تضمن المير الرمضاني الذي تم توزيعه 1122 سلة غذائية من السلع الغذائية التموينية الضرورية، استفاد منها 5610 أفراد من الأسر المستهدفة. للأخبار بقية وتتابعون بعد الفاصل. تغليف 1,500,000 وجبة لكسر الصيام في رمضان. حياكم الله وتقبل الله طاعتكم. تعمل جميع الدوريات التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي بمختلف أنواعها على مدار الساعة لحفظ وتعزيز الأمن وتقديم الدعم والمساندة لأفراد المجتمع. لذلك تعاونك مع الدوريات يعزز من دورها وخدماتها من أجل أن تستمر أبوظبي في مقدمة أكثر المدن أمناً في العالم. وبتعاونكم معنا أبوظبي أمن وأمان. قبالة سواحل أبو ظبي تنتظرك جزيرة خلابة، عالم متناغم مع الطبيعة، مجموعة حصرية من الفلل السكنية الفاخرة المطلة على الشاطئ، على مسافة دقائق معدودة من المدينة، وعلى بعد ملايين الأميال من كل ما هو عادي. أهلاً بك إلى فخامة العيش. بدع الجبيل. أهلا بكم من جديد. يحرص مشروع حفظ النعمة التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ انطلاقه عام 2024 يحرص على تحقيق مبدأ التكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع وتوطيد جسور التواصل والتعاضد بين المحسنين وأصحاب الدخل المحدود والمتعففين، كما أن مشروع كسر الصيام وصل إلى عامه 15. فنتابع. ترسيخاً لقيم العطاء الإنساني وتعزيزاً للروابط بين أبناء المجتمع الإماراتي، يطلق مشروع حفظ النعمة التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملته الرمضانية لهذا العام 2024 بتغليف 1,500,000 وجبة طعام لكسر الصيام، يشارك فيها 50 متطوعاً من الهلال الأحمر الإماراتي فرع دبي. اليوم نحن بمشاركة مع هيئة الهلال الأحمر ومشروع حفظ النعمة لتغليف 1,500,000 وجبة كسر الصيام
هذه كسر الصيام عبارة عن وجبة خفيفة تقدم قبل أذان المغرب للناس المرتادين الطرق الخارجية أو عند الإشارات، وكذلك عند المستشفيات الحكومية والمنافذ الحدودية والمطارات. نحن مشاريع حفظ النعمة ما تقتصر لها المواضيع، هذه مواضيع كثيرة عندنا الحمد لله رب العالمين. أول حاجة نحن كيف نوعي المجتمع في موضوع التقليل من الهدر الطعام، وخاصة في شهر رمضان الكريم، وكذلك البرامج الأخرى اللي نحن نعملها، يعني الوجبات اللي تتم في بعد الصلاة بعد المغرب ممكن نحن نستلمها ونوزعها للناس المحتاجين لوجبة عشاء أو سحور. يتعاون مشروع حفظ النعمة مع الهيئة خلال شهر رمضان لتوزيع وجبات كسر الصيام على مستوى الدولة، كما أن عدد الوجبات قابل للزيادة، وتهدف المبادرة إلى الحد من ظاهرة القيادة المتهورة التي تتزامن مع اقتراب موعد الإفطار، كما تتنوع مبادرات حفظ النعمة في شهر رمضان بين برنامج كسر الصيام إلى جانب برنامج إفطار صائم وبرنامج توزيع التمور على المساجد وبرنامج توزيع طرود الشهر الفضيل على المستفيدين وبرنامج المشروبات الباردة المقدمة للمصلين في جامع الشيخ زايد الكبير. وإلى أخبار الاقتصاد في التقرير التالي. وقعت مبادرة للاستثمار اتفاقية شراكة استراتيجية مع بلو أوبال كابيتال، الشركة المتخصصة في صناديق رأس المال الجريء. وبموجب هذه الشراكة ستكون مبادلة مستثمراً رئيسياً في صندوق رأس المال الجريء 2 التابع للشركة الأمريكية. وأطلقت شركة بلو أوبال كابيتال مؤخراً منصة صناديق استثمارية تركز على تحديد أصحاب رؤوس الأموال في قطاع الاستثمارات الجريئة الاستثنائية ودعمهم بالفرص الاستثمارية، مع التركيز بشكل خاص على الفرص الواعدة داخل سوق الولايات المتحدة. أصدرت أدنوك إشعار محدود لتحالف مشترك بقيادة شركة تكنيب إنرجيز ويضم شركتي جي جي سي كوربوريشن والإنشاءات البترولية الوطنية لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد الأولية في موقع مشروع الغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الواقع في مدينة الرويس الصناعية. وسيرسخ المشروع مكانة الشركة كمورد عالمي موثوق للغاز الطبيعي، ويتكون المشروع من خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منهما نحو 4,800,000 طن سنويا، وسعة إجمالية تبلغ 9,600,000 طن سنويا. حصلت عملية إعادة تمويل محطات براكة للطاقة النووية التي أعلن عنها عام 2023 بقيمة 8,900,000,000 درهم على المرتبة الأولى في آسيا وأفريقيا والثانية عالمياً بالتزامها بمعايير التمويل الأخضر، وهو ما يسلط الضوء على المساهمة الكبيرة للطاقة النووية في تعزيز الاقتصاد الأخضر للإمارات ودعم استراتيجيتها للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة من خلال توفير كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية. ومن المتوقع أن يتم تشغيل محطة براكة بكامل طاقتها في وقت لاحق من عام 2024، حيث ستنتج 40 تيراوات لكل ساعة من الكهرباء سنوياً، وستحد من 22,400,000 طن من الانبعاثات الكربونية. ارتفع العائد على حقوق المساهمين لدى البنوك العاملة في الإمارات بنحو 41% خلال عام 2023 ليبلغ أعلى مستوى له في أكثر من 10 سنوات، ليصل إلى 14.18% مقارنة مع 10.5% في 2022 بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي. جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع صافي الدخل الإجمالي إلى 74 مليار درهم بزيادة 26 مليارا و500 مليون درهم، تعادل نمواً بنسبة 56% خلال عام 2023 مقارنة مع 47 ملياراً و500 مليون درهم في 2022. شكراً لكم مشاهدينا على حسن وكرم المتابعة، نلقاكم بعد قليل في نشرة جديدة من علوم الدار. إلى اللقاء.